السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، أضع بين أيديكم المصحف الإلكتروني من إعداد جامعة الملك سعود. وكما تلاحظون، المشروع هو عبارة عن محاكاة إلكترونية للمصحف الشريف، متوفر ب17 لغة مع هامش لترجمة المعاني للقرآن الكريم لأكثر من 20 لغة، وترجمة صوتية للغتين، وسبع تفاسير وتلاوات للقرآن الكريم بصوت العديد من مشاهير القراء، مع إمكانية التكرار لتيسير الحفظ على الأطفال والمكفوفين خاصة. فكما تلاحظون، هذا المصحف الإلكتروني متوفر لنسخة الآيOS، نسخة الأندرويد، والويندوز فون، والماك، واللينكس، والويندوز. للتحميل نضغط هنا فقط للتحميل. فكما تلاحظون، بالنسبة للويندوز وهو يشتغل على نظام XP فما فوق. حتى الأشخاص الذين لا يزالون يشتغلون على نظام XP يمكن لهم تحميل هذا المصحف. ودون نسيان لينكس والماك والأندرويد والآيفون والآيباد. وكما قلت لكم، هو يحتوي على تلاوات للعديد من القراء ومشاهير القراء، وبروايات عديدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.